بوتين ولأول مرة يزور ماريوبول، يتجول بسيارته، يتفقد الأوضاع هناك. هذه الأمور أتت بعد مذكرة الاعتقال تلك الصادرة من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب الآن باعتقال فلاديمير بوتين. بل الأدهى هو إعلان ألمانيا عن أنها ستحاول إلقاء القبض على فلاديمير بوتين. طبعا قصر الكريملين أخرج بيان ليشير إلى أن هذا الأمر هو والعدم سواء. ورأينا أيضا تصعيدا في السابق من قبل القوات الروسية تمثل في إسقاط هذه الطائرة المسيرة الأمريكية التي كانت تحلق فوق البحر الأسود، ولكن في النهاية طائرات سخوي الروسية اعترضتها واصطدمت بها بشكل متعمد وتمكنت من إسقاطها في البحر الأسود، ما سبب حالة من الانزعاج الكبيرة للغاية لدى الإدارة الأمريكية. القوات الروسية تواصل هذه الهجمات التي تستهدف بخموت وغيرها من مدن الشرق الأوكراني